سرطان الكولون يعني عند الفئتين، يشوفوا فئة النساء والرجال، يولي هو ثاني سرطانات أكثر انتشار. لما ناخذوا سرطان الثدي وسرطان الكولون نشوفوا هما في وحدهم يمثلوا 45% من مجمع السرطانات. سرطان الثدي يبقى في المرتبة الأولى، ومن ناحية الإحصائية سرطان الثدي في الناحية الغربية خاصة والتي أنا مكلف بالتنسيق فيها، سرطان الثدي، سرطان المثانة، سرطان القولون، سرطان الثدي يتعدى 50 حالة، يتعدى 100 حالة لكل 100,000 مرأة. نتوقع في كل سنة على الأقل 1,000 حالة سرطان، وأخذ هذا السرطان كمثال فقط، فتخيلوا حجم العبء الذي تتحمله المؤسسات الصحية في الميدان. ولو تحدثنا على 50 أعضاء في جسم الإنسان التي يمسها السرطان، فتخيلوا معي كيف تكون حالة المؤسسات الصحية.